الصلاه والسلام على اشرف المرسلين. حضرات الساده والسيدات، امهات واباء اطفال، ايها الحضور الكريم، مرحبا بكم في هذا الفكر المبارك، هذا اللقاء الذي يجمعنا بعد نهايه موسم تربوي رهاب يرتد نتائج وبراهين موسم مضى. نهايه موسم مضى نامل استثمار نتائجه الحسنه من اجل تحقيق الطموحات والاهداف المشهوده. لقد اعتمدت المؤسسه خلال هذه السنه برامج تربوية متنوعة على مستوى جميع الأقطار، حيث بلغ عدد المسجلين 41 طفل، منهم 13 توحدي، 15 تتلف صبغي، 13 أخوتيت. وقد خضع البرنامج التربوي هذه السنة لتوزيع سنوي متكامل شمل مجال استقلالية الذاتية، اللغة والتواصل، التعبير الشفهي، التربية النفسية والحركة العامة، النشاط العلمي والرياضيات، الأعمال اليدوية. وبالموازاة مع كل ما سبق، هناك برنامج للتربية النفسية والحركة العامة الذي يشرف عليه مختص نفسي حركي، وقد اعتمد في هذه السنة طريقة العمل الفردي لكل طفل على حدة، وذلك من أجل تمكين كل طفل من المتابعة المستمرة لحالته الصحية والنفسية. لما لهذه العملية من أثر إيجابي وفعال على المستوى السلوكي والمعرفي للطفل. كما تم اعتماد برنامج تقويم النطق لفائدة أطفال الذين يعانون من صعوبة في النطق، وذلك تحت إشراف إحصائية في هذا المجال. وانسجاما مع التوجهات التربوية الخاصة بالأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، ومن أجل تطوير قدرات الأطفال، ومساعدتهم على اكتساب الاستقلالية الذاتية والقدرة على الاندماج، تم وضع برنامج موازي شمل الرسم على الزجاج والخزف تحت إشراف مؤطرة مختصة في هذا المجال، حيث استطاع بعض الأطفال إظهار تفوق ورغبة في التعلم. واهتماما بالجانب الصحي للأطفال، فقد استفاد مجموعة من المسجلين في المركز من فحوصات الطبية التي شملت الطب العام، طب العيون، طب الأسنان. وفي إطار المراقبة والتتبع للجانب السلوكي والتربوي للطفل، عملت إدارة المؤسسة على تنظيم لقاءات تواصلية مع أولياء وأمور الأطفال، وذلك من أجل إشراف الآباء والأمهات بالمنظومة التربوية الواجب اتباعها مع هذه الشريحة من الأطفال، وتحسيسهم بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم والعمل على مواكبة الدور. الخاصة بالعمل الفردي في بيوتهم من أجل تحقيق الأهداف المتوقعة. وفي الأخير يبقى العمل جادا والمجهودات متواصلة إدارة وأطر وكل مكونات الجمعية من أجل تطوير مندوبة التربية والتعليم داخل هذه المؤسسة في سبيل تحقيق أهداف تكون في مستوى التطلعات التربوية الخاصة بالمستفيدين من هذا المركز، والعمل من أجل إدماجه الكامل في المجتمع. وفي الأخير أتوجه بالشكر والتقدير للدعم المتواصل من طرف الشركاء وكل المتعاطفين مع هذه الجمعية وعلى مجهوداتهم ودعمهم. شكرا للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله.